لماذا قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ المعنى الثاني أن الليل جاء ليؤكد أنه وقت المناجاة، وقت التجلي، وقت الاتصال. بعض العارفين بالله كان يناجي ربه: يا ربي قد هجعت الطيور إلى أعشاشها، وأغلقت الملوك أبوابها، وآوى كل حبيب إلى حبيبه، وأنا واقف ببابك أرتجي جنابك يا رب. يعني الليل وقت المناجاة، وقت الاتصال، وقت التهجد، وقت الإقبال، وقت التضرع. سبحانك لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك، لا تطيب الدنيا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا ببرك. إذن أول معنى أن الليل تأكيد إلى أن الإسراء تم في الليل، والمعنى الثاني أن ليلا المنكرة تنكير تبعيض دليل على أن هذه المعجزة التي تحتاج إلى سنوات وسنوات تمت في جزء يسير من الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كلمة سبحان الذي أسرى بعبده، الموضوع متعلق بمعجزة الإسراء. فلماذا بدأت هذه المعجزة بقول الله سبحانه وتعالى سبحانه؟ سبحان اسم ناب مناب المصدر، والمصدر ناب مناب الفعل. قد تقول أشكرك هذا فعل، قد تقول شكرا هذا مصدر ناب مناب الفعل. سبحان اسم ناب مناب مصدر، والمصدر ناب مناب الفعل، يعني سبح، ومعنى سبح أي نزه، ومعنى سبح أي مجد، نزه ومجد. ما علاقة التسبيح بهذه المعجزة التي كانت بحق النبي عليه الصلاة والسلام؟ العلاقة أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون خلقه وفق نظام، جعل لكل سبب نتيجة، وجعل فيما يبدو لنا أن الأسباب تؤدي إلى نتائج. لكن الناس بعد أن ألفوا أن هذه الأسباب تؤدي إلى النتائج قد يغفلون عن أن مسبب الأسباب هو الله، وأن السبب وحده لا يكفي لإحداث النتيجة. لذلك قد تأتي النتائج من دون أسباب كافية، وقد تكون الأسباب ولا تحقق النتائج المتوقعة. إذا وجد السبب ولم يحقق النتيجة المتوقعة كان هذا دليلا على أن السبب وحده لا يكفي لتحقيق النتيجة، وإذا كانت النتيجة من دون سبب معنى ذلك أن السبب ليس له دور حقيقي في إحداث النتيجة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. هذا يتوضح بمثل، فالله سبحانه وتعالى جعل توالد البشر عن طريق الزواج، فلا بد من زواج بين رجل وامرأة حتى تنجب المرأة طفلا. هذا هو النظام العام، هذا هو القانون المضطرد. لكن إذا عطل الإنسان فكره
وتوهم أن كل زواج يؤدي إلى مولود، هكذا الطبيعة، عندئذ نجد حالة العقم. رجل وامرأة، والرجل والمرأة لا ينجبان طفلا، وقد خلق الله عز وجل آدم من دون أب ولا أم، وخلق سيدنا عيسى من دون أب، وخلق السيدة حواء من دون أم. إذن ما كل سبب يؤدي إلى نتيجة؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وما هذه الأسباب إلا قرائن رافقت النتائج، لكنها ليست هي الخالقة. يعني مثل ضربه علماء التوحيد أن مصباحا كهربائيا موصولا بشريط، والشريط ينتهي بمفتاح، والمفتاح بيد رجل، وهناك مفتاح كهربائي ليس موصولا بالمصباح. جاء شخص اقترب من المفتاح، ضغط المفتاح، الرجل ضغط الزر فتألق المصباح، توهم هذا الداخل أنه هو الذي أشعل المصباح. هذا العمل تكرر، كلما وضع يده على هذا الزر ضغط الرجل الزر الحقيقي فتألق المصباح، إلى أن اعتقد هذا الإنسان بسذاجة وتوهم أنه هو الذي يشعل المصباح. في مرة دخل وضع يده على المفتاح لم يتألق المصباح، إذن ليس هذه الضغطة على الزر غير كافية لتألق المصباح. وفي مرة ثانية تألق المصباح من دون أن يضغط على الزر، استنتجنا أن هناك جهة أخرى هي التي تشعل المصباح، وما هذا الزر إلا ترافق، كلما تألق المصباح رافق ذلك ضغط الزر. يعني السبب وحده غير كاف لإحداث النتيجة، هذا أول معنى. لذلك ربنا عز وجل من حين لآخر يخرق هذه القوانين، يعطلها، يبطلها أو يعطلها، تأتي النتيجة بلا سبب يعني أبطلها، يكون السبب ولا نتيجة عطلها. أحيانا هذه القوانين تبطل أو تعطل، تبطل أو تعطل من أجل أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، وبأن الله هو الخالق، وأن السبب وحده لا يكفي لإحداث النتيجة. فلذلك أن ينتقل إنسان من مكة إلى بيت المقدس، وأن يعرج إلى السماوات، وأن يصل إلى سدرة المنتهى، وأن يعود إلى مكة في جزء يسير من الليل، هذا فوق طاقة البشر، لا يمكن أن يحدث هذا إلا خالق الكون الذي بيده أن يعطل قوانين المكان والزمان. الزمان له قانون والمكان له قانون، الله سبحانه وتعالى عطل قانون المكان وقانون الزمان. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل بجسده الطاهر وبروحه الشريفة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماء. الانتقال من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إسراء، والانتقال من بيت المقدس إلى السماوات العلى معراج. إذن جاءت كلمة سبحانه، يعني نزه هذا الرب وعظمه ومجده الذي بيده كل شيء، بيده المكان، ولو شاء لألغى
قوانين المكان وبيده الزمان، ولو شاء لألغى قوانين الزمان. إذا سبحانه، ما أعظم الخالق الذي بيده كل شيء. الأسباب صور والنتائج صور، هو كل شيء. يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا يحدث شيء إلا بأمر الله وبعلم الله وبقدرة الله وبتقدير الله. إذا مناسبة أن تأتي كلمة سبحانه في مطلع سورة تشير إلى معجزة تمت للرسول عليه الصلاة والسلام بانتقاله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في جزء يسير من الليل، هذه معجزة فيها خرق لقوانين المكان والزمان، ولا يستطيع أن يفعلها إلا خالق الكون وخالق المكان وخالق الزمان. فسبحان الذي أسرى بعبده. سبحوا، سبح أيها القارئ، سبح أيها المؤمن، سبح أيها المسلم، يعني نزه ومجد وعظم. سبحان الذي أسرى. أسرى يقال سرى وأسرى. سرى مشى في الليل، سرى مشى في آخر الليل، وأسرى مشى في أول الليل. فإذا قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكان المعنى أنه أسرى بعبده ليلا. فلماذا جاءت كلمة ليلا؟ العلماء قالوا جاءت كلمة ليلا لتؤكد أن الإسراء تم بالليل، كأن تقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، اثنين تأكيد، إنما هو إله واحد. إله تعني أنه واحد، إله مفرد، لكن تأكيدا على أن المطلوب ليس معنى إثبات الألوهية، بل المقصود إثبات الألوهية والوحدانية. إنما هو إله واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، اثنين توكيد وواحد توكيد، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا تأكيد على أن هذه المعجزة تمت في الليل. أما كلمة ليلا جاءت نكرة، ودليل أنها نكرة جاءت منونة ليلا، وهذه إشارة إلى أن هذه المعجزة تمت في جزء. تنكير تبعيض، هذا التنكير تنكير تبعيض، في تنكير شمول، في تنكير تمكين، هذا التنكير تنكير تبعيض، يعني ليس في الليل كله. لم تستغرق هذه المعجزة الليل كله، لا، ليلا يعني في جزء يسير من الليل، كأن تقول مثلا وربك الغفور ذو الرحمة، معرف بأل، أو تقول فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني كل ما في قلبك من الرحمة يا محمد ما هو إلا جزء يسير يسير من رحمة المولى القدير. فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني في جزء يسير من الليل، انتقلت من بيت الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وعدت ولا يزال الفراش ساخنا. هذا أول معنى. المعنى الثاني، لماذا قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟
المعنى الثاني أن الليل جاء ليؤكد أنه وقت المناجاة، وقت التجلي، وقت الاتصال. بعض العارفين بالله كان يناجي ربه: يا ربي قد هجعت الطيور إلى أعشاشها، وأغلقت الملوك أبوابها، وآوى كل حبيب إلى حبيبه، وأنا واقف ببابك أرتجي جنابك يا رب. يعني الليل وقت المناجاة، وقت الاتصال، وقت التهجد، وقت الإقبال، وقت التضرع. سبحانك لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك، لا تطيب الدنيا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا ببرك. إذن أول معنى أن الليل تأكيد إلى أن الإسراء تم في الليل، والمعنى الثاني أن ليلا المنكرة تنكير تبعيض دليل على أن هذه المعجزة التي تحتاج إلى سنوات وسنوات تمت في جزء يسير من الليل. يعني القمر يعد أقرب شيء للأرض، يكاد القمر والأرض يعد يكونان نجما واحدا أو كوكبا واحدا. القمر يبعد عنا ثانية ضوئية، ثانية ضوئية واحدة. يعني إذا تألق ضوء في القمر وصل إلينا في ثانية واحدة، والشمس تبعد عنا 8 دقائق، والمجموعة الشمسية قطرها 13 ساعة، والبرد التبان طوله 150,000 سنة ضوئية، وبعض المجرات تبعد عنا 16,000,000,000 سنة ضوئية. 16,000,000,000 سنة ضوئية. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القمر الذي يعد هو والأرض ككوكب واحد يبعد عنا 8 ضوئية، المركبة التي توجهت إليه بقيت 3 أيام بلياليها منطلقة إليه بأقصى سرعة ركبها إنسان، 40,000 ميل في الساعة. الطائرة هي الحديثة جدا 1,000، طائرات الركاب 1,000، بعضها 600، بعضها 900، الحديثة 1,000. أما هذه المركبة 40,000 بالساعة، ومع ذلك احتاجت هذه الرحلة إلى 3 أيام. أما النبي العدنان عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى ذهابا وإيابا وعودة والفراش لا يزال ساخنا. يعني عطلت قوانين الزمان وعطلت قوانين المكان، ولا يفعل هذا إلا الواحد الديان. ما في جهة أخرى، ما في. قد ما كنت إلى قيمة من دمشق لحلب بالسيارة 4 ساعات 3 ساعات، هذه طاقة البشر، بالطائرة 1/2 ساعة. أما تكون بثانية بحلب، كن من كنت لن تستطيع ذلك. لا يخرق هذه القوانين إلا الله سبحانه وتعالى. إذن سبحان الذي أسرى بعبده. أما كلمة عبده، قال أكمل المخلوقات خلقا وعلما أكملهم عبودية. يعني أعلى مرتبة ينالها الإنسان على وجه الأرض أن يكون عبدا لله. إذا كمل علمه كملت عبوديته. إذا قال أنا فهو جاهل، من أنت؟ كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورى قد طبعك. إذا قال أنا ذاكرتي قوية، الله عز وجل قادر،
في لمح البصر أن يجمد قطرة دم في بعض شرايين المخ فيفقد ذاكرته. وإذا قال أنا محاكمتي قوية، جمعت أعلى مجموع في الشهادة الثانوية، الله عز وجل قادر يعمل انفجار لبعض شرايين المخ فيصبح مجنونا هزيل بعض المستشفيات العقلية. وإذا قال أنا قوي بحمل كذا كيلو ويعني حصل رقم أولمبي مثلا، ممكن كمان شريان آخر تأتيه خفرة دموية فيغلق فيصاب الإنسان بالشلل. إذن كمال علمك يؤدي إلى كمال عبوديتك، كمال خلقك يؤدي إلى كمال عبوديتك. إذا عرفت نفسك حقيقة فأنت عبد لله. ثلاث كلمات مهلكات: أنا ولي وعندي. قال إبليس أنا خير منه فأهلكه الله عز وجل. وقال قارون إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. وقال فرعون أليس لي ملك مصر؟ لي، أنا ولي وعندي. فكلما ارتقى علمك اقتربت من العبودية، وكلما ارتقت نفسيتك اقتربت من العبودية. فإذا بلغت قمة الكمال البشري فأنت عندئذ لا تزيد عن أن تكون عبدا لله، وإذا كنت عبدا لله رفعك الله وأعزك الله وأمدك الله وأغناك الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذا كنت عبدا لله فأنت عزيز في الدنيا والآخرة، إذا كنت عبدا لله فأنت غني بكل ما تعني هذه الكلمة. تحس بالغنى، الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لذلك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. كلمة بعبده، يعني كل ما غمأت بالتوحيد اقتربت من العبودية. العبودية تعني أنك من أعز الناس ومن أكرمهم ومن أرفعهم شأنا. هل في الأرض كلها إنسان أعزه الله كهذا النبي العظيم؟ في قال لي أخ كريم يعني تمكن قبل سنوات بقدرة قادر وبشكل غير طبيعي أن يدخل الحجرة النبوية وأن يغسلها بنفسه، وقيل له إياك أن تتلف هذه المناشف التي نشفت بها الحجرة هذه مباركة. فهذه الحجرة النبوية يتشرف الملوك بتنظيفها، فما قولك بصاحب هذا المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى؟ يعني إذا كان أنت عبد لله يرفع لك ذكرك، يرفعك في العالمين. كلمة عبد أرقى كلمة يوصف بها إنسان، يعني عالم، لأنه عالم صار عبد. لو كان متكبر كان جاهل، لو قال أنا مع تجاهل أحمق، هذا لا يفهم شيئا. لو قال عندي هذا أحمق، لو قال لي أحمق، لو قال أنا أفعل كذا أحمق، إلى أن يقول لا إله إلا الله وأنا عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا معطي يا رب لما منعت ولا مانع لما أعطيت، لا رافع إلا أنت ولا خافض إلا أنت ولا رازق إلا أنت، عندئذ أنت عبد لله. يعني إذا عرفت حجمك الحقيقي رفعك الله في درجات العلا، إذا عرفت حجمك الحقيقي أمدك الله بمدى من عنده. هل أي مصلحة إذا قال صاحبها أنا فهمان،
لا بد من أن يرتكب حماقة تسحقه. إذا قال أنا فهمان أو ما في مثلي طبيب أو ما في مثلي مهندس أو أنا أنفرد في البلد بهذه الخبرة، بس يقول أنا أحمق، معناته لا يعرف أن كل ما يملكه بإذن الله عز وجل. فلذلك كلمة عبد تعد قمة العلو البشري. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سدرة المنتهى قال: يا رب اجعلني عبدك، اجعلني متمثلا صفات العبودية الحقة. فالمؤمن متواضع، يعرف حجمه فيقف عنده، لا يتعدى حدوده، لا يدعي ما ليس له، لأنه عالم صار عبد. العلم يقودك إلى العبودية، والعبادة أرقى درجات العمل. أرقى درجات العلم أن تقول لا إله إلا الله، وأرقى درجات العمل أن تعبد الله. لذلك الأنبياء جميعا ملخص دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى الأنبياء جميعا آية متكررة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نهاية العمل أن تعبده، ونهاية العلم أن ترى أنه لا إله غيره. لا إله إلا الله فاعبده، بر الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إنني أنا الله، في سورة طه، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. شوف، لا إله إلا، ما في إلا الله عز وجل، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بس بعبده في هاء ضمير غائب يعود على الله سبحانه وتعالى. يعني هل من تشريف أعظم من أن يضاف العبد إلى سيده، من أن يضاف إلى خالقه، من أن يضاف إلى الذات العلية، إلى صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، إلى واجب الوجود، إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد، إلى رافع السماوات بغير عمد، بعبده. لذلك لما الإنسان يكون قلبه صاحي ويقرأ قوله تعالى: قل يا عبادي، يا عبادي، يعني أنت نسبت إليه، أضفت إليه، يا عبادي فاتقون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا ضمير المتكلم الذي يعود على الله عز وجل. إذا أضيف العبد إليه فهذا تشريف ما بعده تشريف. يعني إذا قال لك شخص رفيع المقام: هذا موظف عندي، هذا لمكتبي خاص، هذا أقرب الموظفين إلي، هذا أعلى مقام، هذا يعني أضيف هذا الإنسان لهذا الإنسان العظيم. فكيف بالمولى الكريم؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام كان الكعبة كان بها أصنام، فكيف سميت مسجدا؟ هذا سؤال. والأقصى كان هيكل سليمان، ما كان في مسجد، لا كان في قبة، ولا كان في محراب، ولا في آيات كما هي الحال اليوم، فكيف سماه الله مسجدا؟ العلماء قالوا: المسجد مكان السجود، والأصل أن هذه الكعبة المشرفة بناها سيدنا إبراهيم لتكون مسجدا لله عز وجل طهورا. هدمت، وضع فيها الأصنام، شيء آخر، اسمها على أصلها. أصل هذا المكان بني ليكون مسجدا لله عز وجل، وهيكل سليمان عليه السلام بني ليكون مسجدا لله جل وعلا. إذن سماه الله عز وجل، هذا المكان سماه مسجدا، وهذا المكان سماه مسجدا.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. معنى الأقصى، أما معنى الحرام أن هذه الكعبة المشرفة ومكة المكرمة جعلها الله بلدا حراما، يعني يحرم القتال بها في الأشهر الحرم، ويحرم الصيد فيها، ويحرم قطع النبات فيها، يعني بلد مقدس، من أجل أن تكون أمنا للناس ومثابة. وكذلك المسجد الأقصى، المسجد البعيد، تقول الشرق الأدنى والشرق الأقصى، والمسجد الأقصى المسجد البعيد عن أهل مكة، يعني هون في إشارة إلى أن هذه معجزة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني قالوا حوله بلاد الشام. لذلك ورد في بعض الأحاديث: الشام صفوة الله من أرضه، وفيها صفوته من عباده، الداخل إليها فبرضائي، والخارج منها فبسخطي. طوبى لمن له فيها مربض شاة. مربض شاة يعني نصف الطاولة. وكأن عمود الإيمان كما قال النبي العدنان عمد به إلى الشام في آخر الزمان. وما هذه المجالس الطيبة إلا دليل أن الله سبحانه وتعالى خصها بعنايته وحفظها من كل سوء. فطوبى لمن له فيها مربض شاة. الشام صفوة الله من أرضه، وفيها صفوته من عباده. لكن حتى الواحد ما يظن أن دمشق بالذات، لا، بلاد الشام المقصود بها، هذه البلاد التي حول المسجد الأقصى التي باركنا حوله. مو معناها أن الأمور، يعني كل شيء موجود، الإنسان قد يكون عزيز على إنسان آخر وهو في العناية المشددة، ممكن، لأنك عزيز على أبيك، وكان هناك مرض، يؤخذ هذا الإنسان إلى العناية المشددة. فباركنا حوله، القصد إذا كان هناك ضيق فبسبب أن يندفع الإنسان إلى المولى جل وعلا. جاء في بعض الأحاديث: أن أوحى ربك إلى الدنيا أن تمرري وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. الذي باركنا حوله، وقد تكون البركات أخروية، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. قد يتوهم الإنسان أن البركات دنيوية. طبعا في آيات أخرى حينما قال الله عز وجل: إني أراكم بخير. العلماء فسروا هذه الآية أن الخير يعني وفرة المواد ورخص الأسعار، ولكن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. قد تأتي شدة فترقى بها إلى المولى جل وعلا، فهذه خير ومحض خير، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. العطاء من الله، من العباد منع، والمنع من الله إحسان. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إنسان أحيانا بيخسر ماله كله، بيقول ما بقي شيء، احترق محله، من أجل أن تنهمر من عينيه دمعة واحدة يندم بها على بعض المعاصي. إذا انتهى فقد المال كله بتوبة نصوح فقد ربح ربحا كثيرا، ربح ربحا كثيرا. أحد أصحاب رسول الله اللهم صل عليه في الهجرة، في طريق الهجرة ألقي القبض عليه، ترك في مكة مالا كثيرا، فمن أجل أن ينجو بحياته ويلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم:
إذا دللتكم على مالي في مكة أتدعونني؟ قالوا نعم. دلهم على ماله كله ونفذ بجسده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حينما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بما جرى، فقال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى. ربحت معك، ضيع كل ماله بس نجا وكسب دينه وآخرته. لذلك من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. إنسان من دون شدة مستحيل. الشدة دليل، امتحان لا بد منه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من شدة، بالشدة تظهر على حقيقتك. إن كنت مدعيا تظهر، يظهر ذلك، وإن كنت مخلصا يظهر ذلك. لذلك ربنا عز وجل يقول: وآتينا موسى الكتاب وجعلنا، نعم، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أما هم في سؤال لنريه، إذن هذه المعجزة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بعد سنوات عجاف، بعد امتحان مرير. توفي عمه أبو طالب، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، كانت مؤنسا له، كانت خير زوجة مخلصة له. حينما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الفتح إلى مكة، ما بقي في مكة إنسان إلا ودعاه إلى بيته. أبا، قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة وفاء له. قال مرة: صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني حين حرمني الناس. لا ينسى لها ذلك، كان وفيا. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وهي أصغر نسائه سنا تقول له: ألم يبدلك الله خيرا منها؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا والله، لا والله، ما أبدلني خيرا من هذا. هو الوفاء. وكانت تكبره بخمسة عشر سنة، قد أمه يعني كانت. هذا الوفاء. انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. إذا واحد أخذها أكبر منه أو بسنه مرضت يتفاءل، مثلا نأخذ غيرها بقى هلأ بيتفاءل، لا يا رب تكون قاضية. أما النبي الكريم كان وفي، عليه أتم الصلاة والتسليم. إذن لنريه بعد الشدة والضيق والمعارضة والصد والتآمر من قبل قريش، يعني بلغ الخط البياني الحضيض، فجاء الإسراء والمعراج تسلية لهذا النبي العظيم وإكراما له وتعريفا بمقامه، تعريفا له بأنه سيد الأنبياء والمرسلين. ما كان يعرف ذلك قبل هذا التاريخ. حينما صلى بالأنبياء، على بعض الروايات، في بيت المقدس، عرف أنه سيد ولد آدم ولا فخر، عرف أنه سيد المرسلين، عرف أنه إمام المرسلين، عرف أنه المخلوق الأول. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أول عابد لله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام، الأول يعني. يا أول خلق الله، مو أولية زمنية، أولية مقامية من حيث المقام، أول خلق الله. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى أطلع هذا النبي الكريم على مقامه العظيم
في هذا الإسراء والمعراج. والمؤمن الصلاة كما قال النبي العظيم معراج المؤمن، يعني بها يعرج إلى الله عز وجل، كلما استقام قبلها وكلما تقرب إلى الله بفعل الخيرات كانت صلاته معراجا له. الصلاة معراج المؤمن.